المدير الرياضي لنادي بيراميدز كابتن هاني سعيد. يا كابتن هاني مساء الورد. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هل تم اطلاعكم على اي يعني قرارات رسميه من قبل مراقب المباراه على ما سوف يحدث للقاء بيراميدز وسموحه الذي تم الغائه اليوم؟ لا حاجه رسميه لسه طبعا ما نعرفش ايه الحاجه الرسميه، بس احنا طبعا انا كنت حاضر، احنا كنا حاضرين اللي حصل فشايفينه، يعني حاجه ما حصلتش بعيد عندنا، فاحنا كنا شايفين اللي حصل ومستغرب كمان مندهش طبعا من بين التصريحات اللي طلعت منسوبه برضه لرئيس الرابطه في ظرف قهري اعاده المباراه والكلام ده كله، ولسه ما طلعش تقرير الحكم، لسه ما طلعش تقرير مراقب المباراه، ولسه ما طلعش التقريرات او يعني التقارير او الحاجات اللي بتقول اللي حصل او بتحكي اللي حصل. فبناء على ايه بيطلع تصريحات زي دي ولسه ما فيش التقرير نفسه، التقارير نفسها بتاعت الحكم او المراقب او الحاجات دي لسه ما ظهرتش. طب الحكم قال لكم ايه يا كابتن هاني؟ الحكم بص انا هقول لك طبعا اللي انا حضرته، لان ده تمام. اللي انا حضرته اللي حصل طبعا بعد 4 دقايق من الشوط الثاني، اللي فيه بقى حد بيقول ان في حاجه، في حريقه، في حاجه ولعت فين يا جماعه الحريقه؟ قالوا في مخزن تحت، يعني هو اللي ولع. طب في حاجه خاصه بالملعب، في حاجه في ناحيه الكهرباء يحتاج؟ قالوا لا ده في مخزن تحت هو اللي مخزن. مخزن. فالمهم طبعا الحكم كان المباراه بتستكمل لحد ما العربيه المطافي جت في ناحيه التراك، ناحيه الحته اللي فيها الحريقه، فطبعا الحكم شاف كده راح موقف المباراه طبعا. ايوه طبيعي جدا. فالمهم ان نزلنا كلنا بعدنا، يعني كنا انا لازم كله يبعد عن مكان الحريقه، فنزلنا وكنا مستنيين. جت عربيتين اسعاف، عربيتين مطافي تانيين وعربيه اسعاف، فكان 3 عربيات مطافي. المهم بعد حبه كويسين، يعني واحنا بقالنا شويه كتير، فالموضوع خلص وطفوا الحريقه المفروض، يعني الحريقه خلصت وبناء عليه المطافي مشيت، يعني سابت مكانها ومشيت من الملعب هي وعربيه الاسعاف، والحكم قالوا له تمام ممكن نكمل الماتش. بس في الاثناء دي كان في البرج الرابع اللي هو اللي عليه من ناحيه المقصوره، ده كان فصل تماما الكهرباء منه. ايوه ده كانت كهرباء منه فاصله، انا ما اعرفش طبعا هي فاصله في ايه، بس هي فصلت، فكان اللي منور 3 الابراج التانيين هم اللي كانوا منورين. يعني انت ما عرفتش يا كابتن هي كانت فاصله عشان في عطل، ولا هم فاصلينه كاجراء وقائي عشان الحريق اللي جنب الكهرباء؟ ما نعرفش. تمام. بس ده الوحيد اللي فصل، والثلاثه التانيين كانوا شغالين عادي. تمام. المهم فالكابتن ميدو سلامه بعد شويه الحكم حكم المباراه قال ان انا يعني انا شايف ان احنا هنلعب على يعني هنلعب على ال3 ابراج دول، حتى لو وضع مصري فهنلعب كده. فانا كنت نزلت ساعتها كنت في الملعب، فهو كان بيتكلم معايا، فقلت له يا كابتن ميدو على فكره الاضاءه مش احسن حاجه، الاضاءه مش واضحه. أيوة. حتى ناحيه والبرج اللي فاصل ده كمان ناحيه البول بتاعنا ناحيه الشدائي، فقلت له الموضوع مش سهل، يعني ممكن الكوره ممكن ما يشوفهاش كويس. ايوه يعني هو عرض عليكم ان انتوا تستكملوا اللقاء وانتوا اللي رفضتوا؟ لا هو ما عرضش. امال ايه؟ هو كان عايز يستكمل اللقاء، هو قال انا هستكمل، انا دي حاجه تقديريه ليا وانا هستكمل الماتش. فانا قلت لك في الميدو دلوقتي خد بالك الاضاءه، قال لي انا شايف، قال انا شايف ودي حاجه بتبقى انا بقدرها، فانا شايف ان تمام واحنا هنشتغل على كده، هلعب الماتش على كده. فحاولت اتكلم معاه ان الاضاءه برده مش احسن حاجه، فقال لا انا هلعب على كده. فخلاص فاثناء هو بيقول كده خلاص هو يعني هيبدا اللعب في العمود الثاني او البرج الثاني اللي جنبيه فصل. فالدنيا ظلمت خالص بقى. طبعا انتوا فرقت طبعا جدا بقى في الاضاءه، فهو أي. ساعتها قال لا انا طبعا كده مش هقدر اكمل الماتش. انا كده انا فنده لي ونده حد من سموحه، قال انا استنيت وقت طويل وبعد الوقت ده كله انا مش هقدر اكمل الماتش، واستنيت اكتر من الوقت اللي انا كنت المفروض استناه وكده، فانا مش هكمل الماتش. وعلى اساسه الحكم قرر ان هو ما يستكملش الماتش. تمام. لكن اول ما الحكم انا عايز اكمل بس حاجه، اتفضل. اول ما الحكم طلع، يعني اول ما كابتن ميدو طلع مش بسام الملعب ونزل بقى وطلع اوضه النت واللعيبه بدات تطلع، البرج نور تاني. البرج اللي هو انهي واحد بقى؟ ما كان فيه 2 عطلوا. لا في واحد عطل في الاولاني، الثاني بقى اللي كان فصل راح منور تاني. راح منور لوحده. نور تاني. يا سبحان الله. يعني انتوا حيتوا الجماهير وخلاص وقلعت ودخلت وكل حاجه، راح منور بقى لوحده هو. منور تاني. تمام. ماشي. بس فانا دلوقتي بسال سؤال، احنا دلوقتي بناء على برضه تصريحات اتقالت، احنا الماتشات دي قالت لو في ظرف قهري، هل في ظرف قهري في اللي حصل؟ ما هو المفروض انت شايف ايه وانت موجود يا كابتن هاني؟ انا شايف ان مفيش ظرف قهري طبعا، لان في الاخر انت في حريقه حصلت وفي حريقه اتطفت وفي الماتش كان هيستكمل عادي جدا، وبناء على ان الحكم كان هيستكمل الماتش في عمود تاني فصل ملوش علاقه بال ما هو ما هي الفكره برضو يا كابتن هاني في حاجه،
الحريقه دي ايه اسبابها؟ ما هو ممكن تبقى حريقه ان مثلا الشمس جت على حاجه ولعتها فده قضاء وقدر، وممكن تبقى حريقه ان حد رمى عقب سجاره ولا حد عمل حاجه فده يبقى اهمال، فدي ما صح تبقاش ظرف صح. يعني مين بقى اللي هيحدد دي؟ المفروض بقى ان احنا كان يبقى مذكور لنا اصلا في اللائحه الظرف القهري ده عباره عن ايه؟ بس ماشي، بس في وفي الاخر وعلى الرغم من كل اللي انا بقوله لك ده الحكم كان هيلعب الماتش. يعني بص اللي انا بقوله لك ده والحريقه اللي حصلت والبرج اللي على اليمين اللي هو اللي اتطفى الحكم كان هيستكمل الماتش. يعني ده معناه انت عايز تقول ان ده معناه ان اللي حصل ده ما كانش ظرف قهري بدليل ان الحكم كان هيكمل المباراه. كان هيكمل المباراه والمراقب كان هيسمح له يكمل المباراه. كان هنبدا، احنا كنا هنبدا الماتش، احنا كنا بدانا نطلع من الملعب وكان هنبدا الماتش. فده على هذا الاساس انتوا بتطالبوا باحتساب نقاط المباراه لصالحكم، لان اللي انتوا شايفينه من ارض الملعب ان المراقب والحكم ما كانوش شايفين ده ظرف قهري وكانوا هيكملوا اللقاء. اللقاء كان هيكمل خلاص. تمام. احنا كنا هنبدا، لان كنا هنبدا لعب، وبناء على ان البرج الثاني فصل على اساسه الحكم قال انا مش هقدر العب خلاص الماتش. وبعد الحكم ما طلع النور رجع في البرج ثاني. ايوه. طب دلوقتي يا كابتن هاني الرابطه طلعت بيان بالغاء المباراه وان القرار هيبقى بكره. انتوا ايه موقفكم؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، هل في بعد اللقاء، انا بعيد واكرر سؤالي تاني، هل مراقب المباراه صرح ليكم باي شيء رسمي هو او الحكم كابتن ميدو سلامه؟ لا لا، ام مراقب بس احنا كنا اتكلمنا معاه قال احنا هنقول اللي حصل كله، هنكتب كل اللي حصل بالظبط هنكتبه في التقرير. ايوه. طيب انتوا موقفكم ايه بقى بعد البيان اللي طلع من الرابطه بالغاء المباراه وان القرار سيصدر غدا؟ اوكي، احنا مستنيين بقى القرار. ما هو القرار ده بناء على ان في تقارير هتتكتب. أيوة. احنا مستنيين التقارير ومستنيين القرار بس لكن اللي حصل هو مش ظرف قهري، عشان بس اللي بيطلع بيقول ان ده ظرف قهري، لا معلش انا اسف، اللي حصل ده مش ظرف قهري. ولو ظرف قهري على فكره احنا هنقول، لان احنا هنقدر الظروف القهريه وهنقدر الحاجات دي كلها. طب ما هو احنا متفقين دلوقتي، كنا لسه بنتكلم انا وانت كابتن، متفقين ان المفروض ان يبقى في تحقيق يوضح لنا ايه هو الظرف القهري او اللي حصل ده ظرف قهري ولا لا. هل في حاجه انت شفتها وما قلتها لناش توضح لك وتاكد لك ان ده ما كانش ظرف قهري؟ لا انا ما شفتش. ما هو اللي انا بقوله لك ان حتى رغم الظروف اللي حصلت كان الحكم هيلعب الماتش عادي. ايوه، ما هو الحكم كان هيلعب الماتش، كنا هنكمل على فكره الماتش عادي. ايه اللي فصل بقى ايه اللي فصل البرج التاني؟ انت قصدك انه بعيد عن موضوع الحريق، انت قصدك ان القصه بقى بتاعت البرج التاني اللي هو البرج الثاني. ايوه عادي، بعد الحريق احنا كنا هنكمل خلاص الماتش. تمام. الماتش كان هيكمل حتى والبرج الرابع فصل كنا هنكمل الماتش. بس ايه اللي يخلي البرج الثالث فصل ليه؟ وبعدين يرجع يشتغل تاني. ورجع يشتغل ودي تاني ودي والحكم والمراقب اخذوا بالهم من دي ودونوها؟ بس انا ما اعرفش هم كتبوا ايه، بس هو ده اللي حصل والله. بس لا يعني قصدي انت وهم، انتوا كنتوا واقفين كلكم مع بعض، احنا كنا شايفين بسم الله ما شاء الله ده نص اسكندريه كانت في ارض الملعب. يعني لان هم قالوا الناس كلها تنزل بالحته اللي فيها الحريق. تمام. لا مفهوم ان لا لا انا مش بتكلم، ده اجراءات سلامه ماشي. لا انا بتكلم يعني قصدي انتوا كنتوا واقفين مع المراقب والحكم، فهم شافوا زي ما انتوا شفتوا موضوع البرج التاني اللي اشتغل اللي فصل وبعدين اشتغل تاني، ولا انت بس اللي شفته؟ هو الحكم كان نزل، انا هو ما اعرفش بقى هو شافه تاني ولا مش، الحكم كان نزل تحت. أيوه. دخل اوضه اللبس خلاص. لكن هو اشتغل تاني بعد وبعد لغايه اما روحنا سيبنا الاستاديو مشينا وهو كان شغال عادي. طيب هل تم الاتفاق مع الاداره ان انتوا هيبقى ليكم موقف اذا ما صدر قرارا من رابطه المسابقات باعاده المباراه؟ والله ده هيبقى قرار مجلس اداره، احنا مستنيين نشوف القرار وساعتها الاداره هتحدد ان شاء الله هنعمل ايه. يعني انتوا منتظرين قرار لجنه المسابقات ورابطه الانديه وبعد كده تحددوا؟ بالظبط. تمام. كل الشكر لك يا كابتن هاني. شكرا جزيلا للمدير الرياضي بفريق بيراميدز كابتن هاني سعيد.